انتصار كبير لقضية الشعب الصحراوي، وانتصار كبير للاتحاد الافريقي كدولة تجمع كمنظمة تجمع الشمل الافريقي. وبالتالي نحن يعني نستبشر خير بما حدث في اديس ابابا خلال هذه القمة، ونتطلع الى ان تحلحل كل المشاكل فيما يخص يعني اعطاء الحق لحكومة لجمهورية الصحراء العربية في يعني التأكيد على حقوقها والوصول الى الهدف والمبتغى الثاني، وهو ان يكون من خلال مدام دولتين متواجدين في نفس الاطار في نفس المنظمة. الان القضية تأخذ بعد آخر وهو حل السلمي للنزاع بين دولتين.